بل هو معنوي يكشف عن انضمام الفتاتين لمفاجأته. شاهدوا المزيد من التفاصيل. بداية مع اليوتيوبر برهوم معراوي الذي أعلن اليوم عن انضمام أشخاص جدد لمفاجآته. بداية كانوا شخصين، الأغلب أجمع على أنهما غيث مروان وأسامة مروة، والآن أصبحوا 6 أشخاص، 4 شباب و2 فتاتين. الأغلب يتوقع أن الشباب هم أسامة مروة، إسلام، فؤاد وحمودي، أما الفتاتين فما زال هذا الموضوع قيد النقاش بين المتابعين، حيث البعض يتوقع أنهما كارولين وجهينة، والبعض آخر يتوقع أنهما نارين بيسي ونور سارتس. وأضاف برهوم عراوي إلى أنه اليوم سيقوم بإعطاء تفاصيل حول مفاجأته. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ قام فراس أبو شعر بالأمس بنشر ستوريات جمعته مع بيكي قصري، وكان فراس يتغزل في طلاء أظافرها، والأغلب المتابعين عند مشاهدتهم لستوريات فراس وبيكي ما زالوا يشكون أنهم مرتبطين. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ نشاور معه هيك صار وقت العسل. لا عم بحكي على شو هاد؟ هاد 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 شو الألوان هاي الحلوة؟ عجبك؟ لا بس إنه ماشي حال. يلا جاهزة؟ أردو صح.